إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند كلامه عن الخشوع: وأهم شيء أراه في الصلاة بعد أن يدري الإنسان أفعالها على السنة هو حضور القلب، لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه الهواجس والوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، ومع ذلك تجده يوسوس ويهوجس في أشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى دائم التحليق في آفاق وسعة مما فتح الله تبارك وتعالى له وعليه وبه فيه من هذه الأمور التي تتعلق بالقلوب. يقول رحمه الله في كتاب الصلاة قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم، وفي مقدمة هذه الصفات الخشوع في الصلاة، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية، وهذا روح الصلاة ولبها والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب كالجسد الذي لا روح فيه. وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحقق الخشوع في الصلاة، ولا تحصل إلا لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها، فإنه إذا انتصب قائما بين يدي ربه تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد، فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا. وتعالى جده أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه على كل سلطان،
فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في إلهيته أو في أفعاله أو في صفاته. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه. وإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه بقوله يمجدني عبدي. فيا لذة قلبه ويا قرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي 3 مرات، فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. ثم يكون لقلبه مجال في شهود هذه الأسماء 3 التي هي أصول الأسماء الحسنى، وهي الله والرب والرحمن. فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها معبودا موحدا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. ثم يشهد عند ذكر اسم الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحببا إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته،
وخلق الجنة برحمته والنار أيضا برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته، وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة، وما في حشو مخلوقاته من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل به منهم، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بها بين يدي ربه وأهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به. فإذا قال مالك يوم الدين، فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنا، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. وإذا لم يعطل حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكه وجحد له، فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على سرير مملكته، يرسل رسله إلى أقاصي مملكته بأوامره، فيرضى على من يستحق الرضا، ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب، ويعاقبه ويهينه ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء. له دار عذاب وهي النار، وله دار سعادة وهي الجنة. فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده وأنكر حقيقته فقد قدح في ملكه سبحانه وتعالى، ونفى عنه كماله وتمامه. وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته، وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره. فعبادته أعلى الغايات، وإعانته أجل الوسائل. وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته، ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله والرب والرحمن، تطابقا لأجل مطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله
لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه. ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين. وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه على الوجه المرضي المحبوب للرب عز وجل، وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو يحتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى إتمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية، وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج إلى الثبات عليها، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة، ثم بين أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه ودون الضالين، وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالطائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليهم مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا. فإذا فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له، وافق فيه ملائكة السماء. وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم أمر الله، وعبودية لليدين، وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئات المصلي هيئات القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله. ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما.